السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الفل عليكم جميعا. يوم جديد وحلقة جديدة وغدوة جديدة النهاردة إن شاء الله، بس غدوة إيه بقى؟ شتوية قوي، غدوة كده من اللي بتدفي. السبانخ، وما أدراكم ما السبانخ والحديد اللي في السبانخ. والنهاردة كمان عندنا تكة مهمة جدا، نعرف إزاي نحافظ على نسبة الحديد فيها من غير ما نفقده وإحنا بنغسلها وبنقطعها ونطبخها. ده الأساس عندنا يا جماعة. خضار كتير قوي بيبقى مليان فيتامينات، وإحنا اللي بنخليه يفقد الفيتامينات دي بطريقة معاملتنا معاه. النهاردة إحنا عارفين السبانخ هي رقم واحد في كمية الحديد، ما شاء الله تبارك الله عليها، ونسبة كمية الفيتامينات اللي في السبانخ. اي حد بيشتكي من الانيميا اول حاجتين بيجوا على باله او اول حاجتين الدكتور بيوصي بيهم السبانخ والكبده. والكبده لما تتحط على النار عشان برضو نسبه الحديد اللي فيها يا دوبك تشم النار بس. النهارده السبانخ فيها كميه حديد يعني مش قادره اقول لكم على جمالها، كلنا محتاجينها واولادنا كمان محتاجينها. النهارده ان شاء الله هنطبخ السبانخ بالطريقة التقليدية جدا جدا اللي تربينا عليها، وهنعملها بالرز. ممكن نعملها بالحمص، حمص الطبيخ، ممكن نعملها بالرز، ممكن نعملها من غير أي إضافات خالص، لكن الأساس عندنا حمص الطبيخ والرز. فالنهاردة هنعملها طريقة تقليدية جدا بالرز إن شاء الله. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. السبانخ باللحمة، الطبيخ العادي جدا، عبارة عن سبانخ دول 3 كيلو، ما تستكتريش 3 كيلو، هي بعد التقطيع والسوى بتهبط جدا. 3 كيلو دول هتبص تلاقيهم هبطوا جدا، ما تخليش قد ايه. لحمة مسلوقة في شوربتها، بصلة مفرومة، ثوم مفروم، لتر عصير طماطم او ممكن صلصة، ربطة واحدة شبت لل 3 كيلو سبانخ برضو بفرومها بالسكينة، ربطتين كزبرة مفرومين، كل دي لمقادير ال 3 كيلو سبانخ، ونص كوباية رز أو أقل كمان، خليهم حتى معلقتين كبار. وهنستخدم شوية من شوربة اللحمة، ملح وفلفل بهارات، ومعلقة صغيرة سكر علشان تخليلك السبانخ بتاعتك مسكرة وكمان تمنع الحموضة، والسمنة اللي هنشتغل بيها كمان. بنعمل لها طشة حلوة قوي زي طشة الملوخية، بتخلي السبانخ دي واو بقى. الطشة بتاعتنا توم مفروم، سمنة، وكزبرة ناشفة، وهنقدم جنبها شوية رز حلوين كده، ممكن رز أبيض، ممكن رز بالشعرية، زي ما انت عايزة، عيشي بخيالك بس كده. دي المقادير بتاعتنا. أول حاجة هنعملها بسم الله هنسخن الحلة كويس قوي، وده أساسي معانا. وعندي اللحمة بتتسلق ثلاث ارباع سلقه، ما بسويهاش في شوربتها للاخر لان هي لسه هتكمل سواها مع السبانخ. ادي حله بتسخن كويس قوي، وهي بتسخن هننزل بالسمنه. بسم الله، فين السمنه؟ مش شايفاها. ادي السمنه بتاعتنا. بصي يا ستي، النهارده الطريقه بتاعت السبانخ دي الناس اللي ملهاش في السبانخ قوي هتعشقها، هتشم ريحتها بس وانت بتعمليها كده هتعجبك جدا ان شاء الله. السمنه عندنا تسخن كويس ومشغلين النار عاليه، حلو قوي كده. وبعدين هننزل ببصلتين مفرومين فرمان بالسكينه، وكل ما بتزودي البصل في السبانخ كل ما بيدي طعم كده، وعارفين شمخه حلوه كده للسبانخ بتاعتنا. ادي كده بسم الله بصلتين اهم، ولما انزل بالبصل احط عليه رشه ملح. جيهان صباح الفل. يا صباح الفل والهنا والسعد يا وشك. صباح العسل، ازيك يا جيهان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. شوفي بقى السبانخ بتاعتنا النهارده. انت بتتكلم عشان انت عامله. ربنا يخليك يا حبيبتي، يا رب تعيش يا جيهان. اشكرك. ربنا يا رب كده يخليك يا وش السعد على راي مدام معها ومدام نجا. ربنا يخليكوا جميعا ليا يا حبيبتي. يا رب يا ربنا يخليكي. اشكرك يا جيهان، شرفتيني يا حبيبه قلبي. البصل عندنا ما بنحمرهاش للاخر، لو اديتها تحميره للاخر زي ما احنا كنا متعودين قبل كده في الطبيخ ان لونها يغمق ويحمر وتتكرمل معايا، بيبقى الطبيخ تقيل طعمه دسم كده، وفي نفس الوقت طعمه ريحه البصله راحت. فاحنا كل اللي بنعمله، بصوا هي كل ماده عماله تشد مع السمنه وتشد مع السخونيه، بس مش هنديها لون، مش هنغير لونها. ندي تقليبه تاني اهو كده، هي بقى اول ما تشد معانا والاصوات تعلى هننزل بالثوم. بسم الله
توم المفروم اهو، فصين توم كده في الاول، حاجة بسيطة كده. هتطعملي جدا جدا البصلة وتطعملي جدا جدا الاكلة بتاعتي. التومة الله الريحة والله طلعت جميلة ما شاء الله عليها تبارك الله. دي ملهاش دعوة بالطشة، الطشة اللي في الاخر خالص ملهاش دعوة بيها، احنا دلوقتي بنطعم الطبخة نفسها. شايفين ازاي كده؟ تشد برضو التومة مع البصلة، مجرد اصلا ما عملنا كده الريحة طالعة حلوة قوي. دايما اعملي الحركة دي، البصلة ما تحمرش معاكي ولا تاخد لون، يا دوبك يبقى اللون الابيض بتاع البصلة اتكسر وابتدت يبقى لونها شفاف وتشد كده مع المادة الدهنية، مش اكتر من كده. كل ما تعملي كده كل ما تسكيرة البصلة الطبيعية الحلوة تبان في الأكل وريحتها وطعمها ما يضيعش مني في قلب الأكل. لكن أحرقها قوي قوي، أولا الأكلة بتبقى دسمة تقيلة، ثانيا التسكيرة الحلوة بتاعت البصلة راحت. خدوا بالكم من التكات دي يا جماعة، مهمة جدا، تفرق معانا في الطعم جدا، لا تتخيلوا قد إيه بين أكلة وأكلة. يعني مثلا إيه، لو كلمنا على السبانخ، ممكن تاكلي السبانخ عندي واو إيه الجمال ده، نفس السبانخ تاكليها في حتة تانية لا مش زي ما اكلتها عند هاله، اشمعنى هاله كانت فيها شبخه حلوه قوي كده. بصوا بشكر في اكل يعني علشان التكات الصغيره اللي بنطلعها في الاكل واحنا واقفين. فالبصله دايما يا دوبك اللون الشفاف بتاعها يظهر اهو، المرحله دي كده شايفين ازاي بهذا الشكل. هنا بقى هنزل باللحمه، تعالوا بينا. بسم الله، اللحمه اهي في شوربتها تبارك الله عليها، هصفيها كده من الشوربة شايفين ازاي كده هو، وانزل على البصلة كده صفيها كويس قوي. بسم الله، هو ده هو ده. ما كنتش اسمع وانا بطبخ التش والمش دي، يبقى لا الوقفة دي ما بتعرفش تطبخ، لازم الاصوات الحلوة دي، موسيقى المطبخ موسيقى الحياة. بسم الله كده نصفيها كويس قوي، نغطي الشوربه عشان تفضل سخنه، عشان هناخد كبشتين حلوين شوربه كده بعد شويه. تعالوا بقى ايه، نشوح البصله مع اللحمه. بصوا يا سلام يا سلام، حبي الاكله اللي انت بتعمليها كده، الاكله تحبك وتديها احلى ما عندك تديكي احلى ما عندها. ايه رايكم في الشعر ده النهارده؟ بصوا شوحوا كده اللحمه تنشف بس من شوربتها مع البصله بهذا الشكل. يا استاذ حسين صباح الخير. صباح الورد على احلى شيء، صباح العسل. اهلا وسهلا. منك الشعر النهارده، شفت عمالين نقول شعر بيطلع لوحده كده، والله العظيم الشعر عمال يطلع كده. لا ده زي العسل ولود العنب يا شيخ هذا. الله يكرمك والله، اشكرك اشكرك شجعتني. بص لا والله بجد يعني تسلم تسلم ايدك ويسلم كلامك الحلو ده. الله يكرمك يا رب. بص حضرتك انا يعني مش اول بحب السبانخ، بس شفتها من حضرتك النهارده اكيد هنعملها وناكلها بالحله كده. يلا هو ده هو ده، تاكلها بالحله حلوه حلوه حلوه، ناكلها بالحله دي، هو ده يا جماعه اللي عايزين نوصل له. الناس اللي ما بتحبهاش لا تحبها ان شاء الله النهارده. شكرا يا استاذ حسين، يومك زي العسل يا رب. حطيت معلقتين صلصه بديهم تشويحه كده الاول برضو، وبعدين اروح مقلبه كله ببعض بهذا الشكل، ريحه الصلصه تطلع بقى عسل. وبعدين يا تكملي الاكله بالصلصه يا تحطي عصير طماطم، دي براحتك بقى. بسم الله، بصوا اهو بالشكل ده. وشوفي اهم حاجه عندك دليل نجاح الوصفه، لما تكون الحله سخنه وكل حاجه سخنه وتيجي تحطي اي حاجه تلاقيها بسرعه بسرعه تسخن معاكي، ده كده دليل على ان انت ماشيه صح. بصوا بقى كده، طب ايه هي تقيله والصلصه اللي حطيناها في الاول تقلتها اكتر واكتر، يبقى هنعمل ايه، هناخد شويه من الشوربه. يلا بينا، بسم الله، ناخد بالحله كده على طول. ايه رايك يا داغر؟ يلا بالحله كده على طول. بسم الله، بصوا شويه شوربه كده حلوين يطعموا الصلصه ويخفوها ويخلوها ايه، عسل مسكر. حلو عسل مسكر دي، احنا النهارده بنقول درر. نقلب كده بالشكل ده،
شايفين ازاي؟ وبعدين هنتبل بسم الله ملح، واعملي حسابك ان الشوربه طبعا متحيقه، الشوربه فيها ملح فمش هنزود. فلفل اسود، فلفل اسود ده بقى ايه؟ عشق الطبيخ. وبعدين البهارات بتاعتنا، البهارات المشكله، شوفوا الصلصه ابتدت على طول تغلي ازاي. وحبيب الصلصه، من فضلكم افتكروا الكلمه دي كويس. يعني ايه حبيب الصلصه؟ يعني اول ما احط صلصه ادور على حبيب الصلصه فين احطه. السكر اوعوا تنسوا يا جماعه، نص معلقه صغيره كده مش اكتر من كده. اولا هتبرز لكم جدا جدا طعم البهارات اللي انتوا حطيتوها، ثانيا هتمنع الحموضه وما تخليش الصلصه طعمها مكتوم وتقيله وتتعب المعده او فم المعده. تخيلوا نص معلقه السكر الصغيره دي فيها كل الاسرار دي. فعشان كده حبيب الصلصه، اي حاجه بعمل فيها صلصه، طبيخ، محشي، مكرونه، اي حاجه فيها صلصه لازم نص معلقه صغيره، اللي هي معلقه الشاي دي نص معلقه صغيره سكر وانت مغمضه. نقلب. مين معانا؟ استاذ احمد، اهلا وسهلا. يا استاذ احمد، ازيك يا استاذ احمد؟ كويس الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا قمر. ممكن اعرف طريقه الكبده الاسكندراني؟ الكبده الاسكندراني من عينيا. منين انت؟ منين يا احمد؟ من سوهاج. اهلا وسهلا، تحياتنا لاهل سوهاج الكرام كلهم، من عينيا الاثنين يا ابو حميد. ربنا يخليك حبيبي، سلم لي على كل اللي عندك. اشكرك يا حبيبي، شرفتني. بصوا بقى يا جماعه قبل ما نطلع فاصل، الصلصه بتغلي بالملح بالفلفل الاسود بالبهارات بايه؟ بحبيب الصلصه، نص معلقه صغيره سكر. حلو الكلام، واللحمه فيها والبصل والثوم. هجيب معلقتين كبار رز، واحد ثوم كده. ايه رايك؟ بصوا في الصلصه زي ما انتوا عايزين، ونقلب. حلو الكلام، ياخدوا بس غلوه. عايزه اقول لكم الريحه طالعه حكايه تبارك الله عليها. لو مش عايز خلاص مع بعضينا نكمل اكلتنا. ها ايش جولك؟ قولي زي ما انت عايز، حضرتك المخرج انت تؤمر واحنا ما ننفذش خالص. خلاص انت بس قول الاوردر واحنا نعمل عكسه تماما، يعني عشان انت مخرجنا بس يعني. فكده هسيب الرز ياخد غلوتين على ما تطلعوا فاصل وترجعوا لي، هبتدي احط في الصلصة واحدة في واحدة. على ما ترجعوا بقى نشوف الدنيا فيها ايه. فاصل قصير بس، هو القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا لمرحله حطينا الرز وسبناه ياخد غلوتين في الصلصه. بعد الغلوتين دول هنزل بالسبانخ زي ما اتفقنا مع بعض. بسم الله. وخلي بالكم قوم السبانخ ده ممكن بعد شويه يهبط وينزل على ما فيش، وده اللي بيحصل. السبانخ بتبقى هايشه عاليه كتير، تحسيها كتير، تقولي يا نهار ابيض كل دي سبانخ. لكن تعالي بعد كده بعد ما تحطيها في الصلصه وتاخد غلوتين، بص لي كل ده نزل على ما فيش. وزي ما اتفقنا السبانخ بنديها الثلاثة كيلو سبانخ بنديهم ربطتين كزبرة خضراء وربطة شبت بالشكل ده. الكزبرة والشبت معاها حاجة كده عالمية. دي كده السبانخ، ادي الكزبرة الخضراء معاها وربطة شبت. بسم الله. وذوقوا بقى يا جماعة السبانخ النهاردة. تعالوا قبل ما نزود سبانخ تاني ندي تقليبه كده، بسم الله، عشان تهبط معايا. اي بصي ما بنحطش كله كله مره واحده، ولو لقيتها شرقانه هزودها شوربه لحمه. اي بصوا بتهبط ازاي. شفت انت بقى يا داغر الحله كانت مليانه سبانخ ازاي على اخرها؟ بصوا بقى بتهبط ازاي. سواها يا جماعه بسوى الرز. الرز هنا وظيفته ايه بقى؟ أمهاتنا زمان كانوا بيحطوا الرز ده وإحنا ما نعرفش وظيفته إيه. الرز هنا أولاً بيديني سماكة للصلصة، لأن طبعاً السبانخ ورقية، يعني مش حاجة هتنزل نشا أو هتقل الطبيخ بتاعي، دي حاجة ورقية وكمان فيها مية. فبنحط الرز أولاً علشان يديني تخن شوية للطبيخ بتاعي، ثانياً عشان أعرف سوى السبانخ قد إيه. سوى السبانخ بسوى الرزاية، يعني افضل اقلب لغايه ما الاقي الرز استوى جدا جواها،
تبقى كده السبانخ معاه استوت. شوفوا ازاي هما اهم حاجتين للرز اللي بيتحط في السبانخ. وكذلك الحمص لو بتحبوا تعملوها بالحمص. يعني انا كده شايفه الرز لسه شويه، يبقى لسه هياخد غلوتين حلوين مع السبانخ الحلوه. الريحه طالعه يا جماعه تبارك الله عليها. عسل، عايزين نحط شويه سبانخ تاني. ما اصل انا بحب السبانخ قوي، ما اللي هتتخيلوا قد ايه يعني. بصراحه كميه الحديد اللي فيها هتخليها تتحب. تعالوا نزود شويه سبانخ تاني. وحاطه طاسه على النار عشان بعد ما السبانخ تاخد غلوتين كده هنعمل الطشه اللي اتفقنا عليها. بصوا اهو، ننزل بشويه كمان بالشكل ده. بصوا تبقى هايشه ازاي. تعالي شوفي اول ما نقلب كل ده يهبط اهو. قلبي كده. وكمان يا جماعه السبانخ من الخضار اللي لما بقطعه، الورقيات اللي بقطعها بقطعها بالعيدان بالراس بتاعتها. ما تيجوا نقطع كده فوق الحله ونشوف ازاي. تعالوا بس نقلب كده كويس. وايه، وهزودها شويه شوربه لحمه تاني كده، اسمها شرقانه. بصوا شايفين شكلها. يلا نزود شويه شوربه ونكلم مدام ناديه. يا مدام ناديه اهلا وسهلا. صباح الخير يا وشي حبيبي سعاده والهنا. صباح العسل. انا صاحبه هذا اللقب بصبح على مدام جهاد حبيبه قلبي. والله هي ذكرت اسمك. ايوه سمعتها والله. احنا كلنا بنحبك والله. كلكم حبايب قلبي والله، مرتبطين ببعضينا. تبصي تحسي كده ان احنا كلنا اسره واحده مع حضرتك. انتوا حبايبي وانا اللي مرتبطه بيكم والله. على الاستاذ داغر وعلى كل كرش البرنامج ومنا حبيبتنا. صباح العسل. انا بقى بقول السبانخ دي انا بحط بالطبق كده واكل بالمعلقه. اي هو ده. حد ما يحبش السبانخ؟ هو ده. رائعه وحضرتك عاملاها تحفه تحفه يا حبيبتي. الله يكرمك. بس اصبري بس عليها شويه، هتجيب لك ميه كتير. ما انا عشان كده زودت سبانخ تاني. ايوه الثلاثه كيلو دول هيبقوا ولا حاجه. نص الحله. برافو عليك. صح ما شاء الله. بس انا بعملها بالحمص. بالحمص. وبعمل لها بقى في الاخر ايه بقى بعد اذنك بقى، قول يلا. ما بحطش كزبره ناشفه، بدق الكزبره الخضراء مع التومه مع شويه شطه كده واقليهم. شطه يا سلام. وتشها عليها. الله عليكي. شميت الريحه. والله بتبقى جميله. تسلم ايديكي. واكله جميله. والف هنا وشفا. اكله شتويه من العيار. بتعملي بقى رز بالشعريه ولا رز ابيض؟ رز بالشعريه. ده وده ينفع مع الاثنين. انا اكتشفت ان احنا الاثنين من مدرسه واحده. ايوه بالظبط. عشان كده بقالنا سنين سوا واتخرجنا سوا. يا رب دايما مع بعض العمر كله. يا حبيبتي انا بعمله اكن انا واقفه والله. يعني نفس الطريقه. حتى القلقاس اللي الناس استغربت على الطماطم، انا من ده لازم. ده لازم طماطميه. دي هي طماطميه واحده في الولاد. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليك. اشكرك يا مدام ناديه شرفتيني. بصوا يا جماعه بقى بنقطع السبانخ ازاي. بالراس الحمراء زي ما قلت لكم. السبانخ من الورقيات اللي مثلا مش بقطع العيدان واخد الورق بس زي ما ساعات بنقول، لا ده بالراس الحمراء. وخصوصا لما تكون راسها محمره كده، يعني السبانخ طازه وده عزها اليومين دول. اروح جايه عامله كده بالطول كده الاول، وبعد كده اروح واخداها كده بالراس. قطعي الراس معاه. الراس دي كلها فوايد، كلها حديد. والعيدان بتاعه السبانخ كده بالشكل ده. الله الله. بصوا طريقه تقطيع امهاتنا دي زمان، دي ولا بلانشا ولا غيره، على ايدينا كده جوه الحله على طول. بركه بسم الله. شايفين ازاي اهو، بالعيدان بالراس. السبانخ ما بيترميش منها حاجه. طيب معلومة مهمة جدا ما قلناهاش في الأول. لازم السبانخ بتتقطع زي ما انتوا شايفين بعد ما تتغسل. انتوا واخدين على ان انتوا بتقطعوها الأول وبعدين تحطوها في المصفى وتغسلوها. كده ضيعنا نص الحديد ونص الفيتامينات اللي في السبانخ. طب أعمل إيه؟ أغسلها سليمة زي ما انتوا شفتوها في إيدي كده على بعضها بالراس. تتنقع في مية شوية وبعدين تتغسل كويس قوي. وبعد ما اغسلها اروح مقطعاها بقى بالشكل ده اهو. بس يا ستي شايفين دخلت على الورق كمان اهو. يبقى انا خدت الراس بالعيدان بالورق اهو، وابتدت تغلي معانا تبارك الله عليها زي العسل. كل المعلومات دي يا جماعه مهمه جدا جدا، وبتفرق معاكي جدا جدا في الوصفه. وخصوصا اكل الشتاء، خضار الشتاء كله فيتامينات وكله معادن. يعني مش عايزين نخسر حاجه بجد. الله يكرمكم. تعالوا ندي تقليبه بقى للي احنا لسه مقطعينه ده. الله الله. بصوا قلبي بقى كده
الرز خلاص دخل في السوى زي ما قلت لك، سوى الحله بسوى الرز بسوى شويه الرز اللي حطيناه اهو زي العسل. الريحه طالعه بقى ايه، تبارك الله عليها. تعالوا نغطيها عشان تاخد غلوه حلوه كده، ونعمل الطشه بتاعتها ونغرف بقى على طول ان شاء الله. طب ايه رايكم تيجي نغرف الرز الاول على ما تاخد بس غلوه كده، عشان عايزاه بس تاخد غلوه يا داغر قبل ما نغرف، قبل ما نعمل الطشه. نغرف الرز بتاعنا، عايزين نشيل كل ده. يلا احنا مخلصين يا باشا، عمرك شفت كده يعني؟ احنا مخلصين. وادي فازه السبانخ الجميله دي، خليها على جنب كده، انا معتزه بشكلها قوي بصراحه يعني. تعالوا نغرف الرز، عايزين حاجه نغرف بيها الرز. يلا عشان ده غير ابتدى يقول لنا باقي من الوقت، فكرني بايام الثانويه العامه بالمراقب بتاع الامتحانات يا داغر، عارفه؟ بسم الله. عارفه ولا مش عارفه؟ اه كان حبيبنا بصراحه يعني، اكتر حد مريح للاعصاب جدا مراقب الثانويه العامه ده، تقدر تنكر؟ يلا بينا. بسم الله، شويه رز بشعريه كده جنبها، عسل اهو، فرطيه كده من بعضه قبل ما تغرفي، وبعدين نغرف بقى الرز. الله الله، ريحته طالعه عالميه. السمنه لما بتكون حلوه والشعريه متحمره ذهبي كده مش متحمره للاخر خالص، بيديكي بقى شويه رز عسل. يلا يا ستي ادي الرز معانا، يلا يا داغر، يلا نقدم طبق الرز بتاعنا. بسم الله اهو ادي الرز، وخلاص نغرف بقى ايه دلوقتي السبانخ، وخلاص على كده وخلصنا. الله يكرمك، انا صح. نقلب نقلب السبانخ، خلاص الرز استوى، الرز استوى، الريحه طالعه عسل. طيب علشان نكمل الريحه دي ونكمل الطعم الحلو ده، الطشه بقى. يا قمر اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. حضرتك شفالك، عامل ايه؟ يا عمر اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه اخبارك؟ خليتيني سرحت والله العظيم بالوصفه دي. شفت السبانخ بتحبها ولا لا يا عمر؟ اوعى تقول لا. في الدنيا والله. طبعا طبعا، الاكل اللي اتربينا عليه طول عمرنا. جميله والله، تسلمي لي. ربنا يخليك يا عمر. عملت تسلم. بقى فراخ بالخضار. ايوه عظمة على عظمة زي ما قلت لحضرتك. طب بص بقى، انا قلت لك ساعتها ايه، دي عظمة على عظمة على عظمة. تسلم ايديك يا شيفنا والله بجد، تسلم ايديك. ربنا يخليك يا شيفتالي. وان شاء الله الحاجات الحلوه دي بقى يكون لنا نصيب وتعملها لنا باذن الله. تيجي كده مره وتعملها لنا باذن الله. باذن الله. شرفتني يا شيف عمر. بصوا يا جماعه بنعمل ايه، معلقه سمنه، تومه، الله الله الله، رشة كزبرة خفيفة تنعنش لطعم السبانخ. رشة الكزبرة دي مع الكزبرة الخضراء اللي جوه الحلة، فحاجة كده ما شاء الله عليها النهاردة اهو. بصوا، ولما نيجي نطشها بقى هنوريها بقى الأستاذ عمرو، يعني عشان ايه، عشان هو وحشنا. الحمد لله على السلامة. بصوا، وما نخليش التومة تغمق مننا، تعالوا بينا يلا. بسم الله. بص يا داغر، قلب السبانخ كده، نطلع السخن كده على الوش كده. الله الله، اديله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها. عايزين عسل ايه تاني اكتر من كده؟ لا لا لا، شقيت ايه، احنا بنقول بسم الله تبارك الله، دي اهم حاجه. بصوا، اهم حاجه عندي بقى اروح مقلبها كده بعد الطشه الحلوه دي، وبعدين اغطيها سيكه، خلي ريحه الطشه بالتومه كده جوه الحله. نطفي النار دي، نحضر الطبق ونغرف على طول باذن الله. يلا بينا، ما بتاخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين يا جماعه، واحنا واقفين كده جهزنا كل حاجه ما شاء الله عليها. نشيل كل ده. يلا، انت بتخوفني. ها؟ لا لا، انت بتخوفني كمان والله، طول عمرك بجد يعني كريم معانا، مش عارفه اقول لك ايه. بسم الله، يلا بينا. بصوا بقى الجمال،
بصوا الـ 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 الخضار بتاع السبانخ ما سبتهاش تغمق، يدوبك سواها بسوى الرز اللي حطيناه. وزي ما قلت لكم دي اهم فايده للرز اللي اتحط معاها او الحمص، نفس الحكايه سواها بسوى الرز او سوى الحمص. بسم الله ما تشربش من كده عشان لونها ما يبقاش بهتان، وفي نفس الوقت ما تسويهاش كتير عشان نسبه الحديد اللي فيها. شوفوا جمالها مستويه والرز مستوي، بصوا الصلصه بتاعتها عامله ازاي. ولحمه السبانخ دي بقى لما بتبقى لحمه ملبسه بتبقى طعم طعمت السنين. حبايبي بقى اللي زي مدام ناديه كده اللي هيبقوا عارفين يعني ايه اللحمه لما تكون ملبسه في السبانخ والقلقاس بتبقى غير، عارفين كده طعم طعمت السنين. حط اللحمه كده على الوش اهو، بصوا المنظر. تاكليها بقى بالمعلقه زي ما مدام ناديه قالت كده عشان انا من عشاق الحركه دي. بعيش ماشي، تحطيها على الرز ماشي، عيش يا باشا. ادي السبانخ بتاعتنا، ونصفي شويه كده ونحط شويه حديد. دي حديد دي، قولوا لي ما تغرفيش سبانخ، اغرفي حديد. الف هنا وشفا. ايه رايك يا داغر بقى في اكلتنا الجميله دي النهارده؟ تعيش. الف هنا وشفا ليكم جميعا. يلا نحطها جنب الرز، يلا بينا. بسم الله. اي شفت انت قلت دقيقتين، قبل الدقيقتين كنا خلصنا. والاكله الحلوه دي بقى عايزه حاجه مخلله اهي، والله ما حرمكم من حاجه. ودي المخلل. الف هنا وشفا ليكم جميعا. شويه حديد النهارده، قصدي شويه سبانخ، هيعجبوكم جدا باذن الله. المهم نمشي على كل تكايه وكل معلومه قلناها عشان ناخد شويه سبانخ كما ينبغي، بتوع امهاتنا اللي تربينا عليهم. وقدمنا جنبها شويه رز بشعريه وشويه مخلل، وممكن تقدمي شوربه اللحمه كمان معاها. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا حله حديد، يعني عملنا حله سبانخ. ان شاء الله تعملوها بالطريقه دي وطعمها غير، طعمها هيعجبكم قوي قوي باذن الله. دلوقتي بقى وصلنا للفقره الطبيه، وفقرتنا النهارده منوراني حبيبه قلبي دكتور صفا فتحي، دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه وصديقتي واختي. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لازم النهارده ندوقك بقى ايه، شويه حديد كده، تاخدي شويه حديد قبل ما تروحي كده باذن الله. اه انا مش عارفه اقول لك، انت فوق الوهم حبيبتي. الاكل اللي ماما تعملها في البيت تلاقيكي عاملاها بس بابداع بقى. ربنا يخليك ماما، وتحياتي ليا يا رب تكون شايفانا كده، احنا بنتعلم منهم يا دكتور دايما. ربنا يخليك يا شيف. انا عايزه اقول لك ان انت النهارده عملتي وجبه بتقولي فيها ان الاعشاب بتاعت ربنا والخضار بتاع ربنا كله غذاء. طبعا. واحنا كل اللي احنا بنشتغل بيه عشان ربنا، اللي كلها فوائد وكلها غذاء. طبعا. انت النهارده لازم تقولي لي عايزه حاجه وانا اعملها لك. يا نهار ابيض. اه النهارده بجد السبانخ جميله جدا جدا، وانا زي ما انت عملت لنا حاجه حلوه انا لازم اقول لك يعني كمان حاجه حلوه. تدينا عرض حلو نقدر عليه كلنا بس. ماشي. النهارده مبدئيا انا برضو جاي اعمل لك حاجه واو. النهارده العرض بتاعي عرض لميت لك فيه كل حاجه حلوه. حلو. اه النهارده برضو جبت لك كل الاعشاب الغنيه اللي بتخسس وكل النقط الغنيه اللي بتخسس عشان الشتاء بيحب المشروبات الدافئه على طول. اه كتير صح. النهارده كورس عليه، كورس هديه عليه 2 اعشاب و2 نقط. حلو جدا. خصم 80%.
يا نهار ابيض. لا والله بجد ده ايه ده؟ ده كل ده عشان السبانخ. شفتوا السبانخ مفعولها بقى سريع ازاي؟ سرها باتع يا جماعه. النهارده الخصم 80%, 80%. يعني انا هدفع اقل من ربع الثمن كمان. ايوه. طب وايه اللي هيوصلني النهارده؟ النهارده هيوصلني كورس عليه كورس هديه, يعني كبسولات واعشاب ونقط. تمام. عليها كمان كبسولات واعشاب ونقط, واثنين اعشاب واثنين نقط, والاثنين اعشاب والاثنين نقط اللي نجحوا نجاح باهر في الكورسات اللي فاتت. قبل كده احنا اتفقنا ان احنا عملنا الطب عموما احصائيات. احنا وجدنا ان الناس اللي بتاخد الاعشاب الفلانيه مع النقط الفلانيه معدلات الحرق عندها والفيتامينات وعدم وجود اي نقص في الفيتامينات بتزيد قد ايه. احنا لمينا لكم كل ده في باكج واحده. حلو. النهارده اخترنا اقوى كبسولتين, كبسوله النحت وكبسوله سدادين النفس, تعالية معدلات الحرق وقفل الشهية. أي واحدة ست شايفة أن هي لازم تنجز بسرعة قبل ما الصيف يخش لازم تفكروا في الكورس اللي أنا بقول عليه ده. كورس القمة في النزول. حلوة. أن عايز أتكلم النهاردة أن الناس رابطة دايما أن هم يأكلوا براحتهم بالمناعة. العكس. لازم أكل كويس. هي ناس فاكرة كده أما أكل كويس وأتخن أنا كده بقت مناعتي قوية وبقى جسمي قوي. بالعكس, ده اغلبيه الناس اللي بتشتكي من الانيميا مليانه. مليانين. بس اللي مليانة. انا عايزه اتكلم فيه في اللي احنا المشكله اللي احنا فيه ده, لو غمضنا عينينا عن الوباء وعن المشكله اللي احنا فيها ده, واحنا كدكاتره ومسؤوليتنا نبقى بندور على صحه الناس. ما ينفعش اغمض عيني. صح. المفروض دلوقتي اقول لك لازم تترددش, لان السمنه مع المناعه ما يمشوش مع بعض. السمنه موجوده, المناعه تحت الارض. السمنه موجوده والسكر عالي, انت عمرك ما هتعرف تقاوم كل شتاء تعديلات وتحورات في الكورونا. صح. انت خد بالك الكورونا دي هتزورنا كل شتاء. اللهم احفظنا. فاحنا يا تبقى قدها يا مش هتعرف تعيش. يعني العلاج الوحيد اللي الكل اتفق عليه تقويه المناعه. تقويه المناعه. طب انا اقوي مناعتي ازاي؟ اي حد بيحلم ان طول ما هو تخين وطول ما هو عمال ياكل وها ده ان شاء الله هيقدر يقاوم. لو قاومت الشتاء الشتاء اللي بعديه بعد التكيفات اللي هي بتعملها والتحورات في الدي ان اي بتاعها مش هتقدر تقاوم. كل الناس اللي بتخسر في هذه المواجهه, ما هو ممكن يمر عليك مدور برد عادي, انما اللي بيخسر في هذه المواجهه هم اصحاب السمنه. ترددك دلوقتي ملوش اي وجه سبيل. تمام. صح كده. اي حجه. اما تتردد وعمال تزيد في وزنك وانت بتواجه كل شتاء وباء رهيب, لا انا عايزاك تاكل على فكره سبانخ وعايزاك تاكل براحتك اوكي, بس في نفس الوقت الميتابوليزم عالي والحرق عالي والفيتامينات عاليه ونزول السكر والانسولين يتظبط, البني ادم ده يعرف يكمل يقاوم. انما تفضل تخين, دهون في الدم, كتفي, ابص انا داخلين لي يقول لي كتفي وجعني يا دكتور, مش قادره اتنفس, في دي تنفس. تبص تلاقيهم حتى اللي بيخفوا من الكورونا جلطات, وتلاقي بعد الشر الوفيات وحالات ارتفعت, كل ده من السمنه. انا بتكلم اكتر ناس ونسبه الوفيات هم الناس اللي عندهم سكر ومرضى السمنه. لان الدهون بتجري في دمهم, يعني اللزوجه عاليه, يعني ميكروب زي ده هوب تلاقي الدنيا عملت كومبليكيشن لاخرها وبوابه امراض لامراض تانية كتير. ده ابسط حاجه كتير غير غير الفيروس اللي كلنا دلوقتي خايفين منه. لا طبعا بوابه امراض, يعني احنا بالسمنه دي مخلين جسمنا عرضه لاي امراض تدخل تاثر فيه على طول. بس ده كلام احنا بنتكلم فيه عشان احنا ممكن زمان كنا نبص للسمنه كشكل وستايل وكده. لا حبيبتي ما تبصيش للموضوع كده تماما. الست الكلبوزه هي اللي مش ده. لا ده 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 كان زمان يا جماعه. احنا عايزين نفكر في ان ازاي انا ابقى واحده بعتمد على الاكل الطبيعي والكورسات الطبيعيه الاورجانيك العشبيه اللي عليها خصومات جايه لك بسعر اقتصادي رهيب. ان انا اخس فيها 25 كيلو. طب 25 كيلو في الشهر وانا هقدم لك شهرين, يعني 50 كيلو ده اقل حاجه. انا حاطه كل اللي تحلم بيه في الكورس النهارده علشان تخس. ملكش حجه تخس وفي نفس الوقت تاكل اللي انت عايزه, وفي نفس الوقت فيتاميناتك موجوده, وفي نفس الوقت المتابعه موجوده, وكمان دعم اقتصادي رهيب, ودكاتره ماشيه وراك في التليفونات والواتساب. كل اللي انا بقول عليه ده مفيش داعي ان انت تتردد, مفيش داعي ان انت تفضل بريق سمنه وتعرض نفسك ولبيتك, لان انت مسؤول من البيت ده كله. صح. لان انت هتعيا, هيحصل حاجه ليك, انت مش بتعيا لوحدك, انت بتفر وراك كل البيت. فتاخد بالك من نفسك. صح. تاخد بالك ان الفرص ما بتتكررش كتير. النهارده انا جايبه مع الشيف هاله زي ما هي بتعمل لكم اكلات حلوه, لازم نقدم عروض حلوه. فالنهارده فعلا احنا بعد برضه احصائيات الشتاء بنبقى شايفين ايه اللي احنا جايبينه من بره وايه اللي جاي لنا. نبص نلاقي اكتر حاجات جايبه نتيجه فعاله وسريعه
هي دي اللي بنحطها في وشك على طول. طيب الباكج بتاعنا النهارده اللي هيوصل لنا مجانا عباره عن كورس وعليه كورس هديه بيكفوا 60 يوم، بيغطي 60 يوم، والمفاجاه ان الخصم 80%، ودي يمكن اول مره نسمع أيوة رقم ال 80 ده. 80% لان احنا في وباء وما تأذرناش وبقينا مع بعض ايد في ايد علشان الناس كلها تتشجع. هتخسي، هتحافظي على معدلات الحرق، هتبقي بتعرقي ونشيطه وحرانه وبتجري، والدوره الدمويه ما فيش حاجه اسمها ركنه في حته وحته تانية مش ركنه، ما فيش اي خطوره من الاعشاب، الاعشاب عمرها ما بتاذي، اعشاب كلها ربنا خلقها متميزه، اعشاب طبيعيه كلها. ايوه، لان دي مثلا السبانخ كخضره هي بتطلع لك حديد، في حاجات تانية بتطلع انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده وفيتامينات، بلس ان هي بتعلي الحرق. عندنا كبسوله بتقعدك 18 ساعه ما بتاكليش، بس لازم تاكلي. احنا وظيفتنا اصلا في الواتساب وفي المتابعه نفهمك ان انت لازم تاكلي، ما تستسلميش للشبع ده، ولازم هتاخدي معاها كمان الاعشاب الدافيه باستمرار، حاجه دافيه. عمالين نقول لكم اشربوا ينسون، اشربوا مش عارف، لا احنا كده عندنا الاعشاب اللي بتخسس بقى، اعشاب مدروسه النسب اللي فيها، مكوناتها بالظبط، مكونات الاعشاب اللي جالنا في الكورس النهارده نسب مدروسه. زي ما دكتور صفا بتقول هتقعدي تشربي ينسون كتير، تقعدي لحد مثلا يقول لك ايه القرفه، اشربي قرفه، انت كده ممكن تضري حاجه ثانيه. بالظبط، لكن احنا الاعشاب اللي في الكورس النهارده فيها كل الاعشاب بتاعت ربنا، طبيعيه جدا جدا لكن بنسب مدروسه، عشان لما ناخدها تعمل لنا فعلا مفعول حلو جوه الجسم. والله عظيم، صدقيني يا شيف، كل اللي بيخس دلوقتي بيكسب صحته. طبعا انا عندي ببقى كل يعني سبحان الله، تبص تلاقيها كسلانه وخملانه وجسمها تعبان وعظمها وظهرها وسقعانه، ده الكلام ده اول الشتاء، بتاخد الكورس الموضوع بينطلق، انت ايه مبسوطه ونازله تجيب هدوم وحاسه انها بفيانه وفي باور كده وعايزه تقول، يعني رسائل كتير تجي لي على الصفحه تقول لي انا من اول ما ابتديت اخد الكورسات بحس، لا الاول كنت قاعده ومش قادره اتحرك، انا فجاه حاسه كده بدفى في جسمي كده وعايزه اقوم واتحرك واعمل، يعني بيسعدني جدا جدا الكلام ده. طب ايه رايك ناخد تليفون؟ مين معانا يا داغر على التليفون؟ صوره، ناخد صوره، ناخد صوره حاله يا دكتور. تمام، انا جايبه لكم صور الناس. يلا معانا استاذ محمد 135 ل 85 ما شاء الله يا استاذ، ده من الناس اللي هي ما ترددتش، يعني احنا عملنا الكورس اوكي هو اللي بينزل ولكن هو ما ترددش، خد الخطوه. يعني في ناس بتوصل للوزن ده بتقول انا كده، انا ده شكلي، اقبلوني كده، اوكي انت مقبول وكل حاجه، ولكن ده بوابه امراض رهيبه. صح. ده دهون في الكبد، تشمع في الكبد، قافل جهاز المناعه ومعطله على انه يقوم باداء بوظائفه المهمه. انا عايزه اقول ان هو كان عنده برضو زي الذئبه حمراء، عنده قشره في شعره، عنده اكني، عندي حبوب، كل دي امراض مناعه برضه. من ايه؟ من السكر، من السكر، السمنه. تمام، كل ده بيختفي. يعني انت لو رحتي كده لدكتور جلديه وقلتي انا وشي عمال ضارب حبوب يا دكتور وتعبانه، الدكتور اول حاجه بيكتبها لك امنعي كذا وكذا وكذا في الاكل، صح، امنعي الشوكولاته، امنعي مش عارف الشوكولاتة ايه، الشوكولاته دي اهم حاجه، عشان هي عشان البنات بيحبوها وعشان هي مصدر السكر. انما هو كان يقصد بذلك ان كل السكر يروح، وبتروح وتلاقي وشك نضيف وكل حاجه. اذا عدوي الاساسي السمنه، عدوي الاساسي السكر، اي حد يساعدني ما ترددش طبعا، وبقى اسلم بالضبط. الوسائل احنا الوسيله الوحيده على مستوى العالم كله السليمه السلميه، وسليمه برضو يا شيخ، نسميها الكورسات بتاعتنا الوسيله السلميه، سلميه وامنه، ما بنحرمش نفسنا، بناكل كل حاجه، وكمان ما بنرهقش ميزانيتنا. تمام، يعني في وسط كل ده مش هلاقي نفسي لا ده انا لازم اتكلف مبلغ كبير بقى، ده انا لازم ادخل جمعيه بقى علشان اعرف اجيب الكورسات، مفيش الكلام ده خالص. النهارده الخصومات عندنا ما شاء الله، يعني تبارك الله عليها، 80% خصم، عمركم سمعتوا الرقم ده؟ مش بس كده، ده 80% خصم على الكورس الاولاني الاساسي. طب والكورس الثاني اللي بيغطي لي شهر ثاني؟ لا ده جاي لي هديه. طب الشحن كام؟ مفيش شحن، الكلام ده كله جاي لك من غير ولا جنيه شحن. طيب لو انا عايزه اعرف بتاخده ازاي او يناسب حالتي ولا لا، عندك متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، تتصلي عليهم على مدار اليوم في اي وقت، يردوا عليكي بكل المعلومات اللي انت عايزاها. ايه ده؟ يعني انا عندي النهارده المتابعه مجانيه؟ انا عندي النهارده الشحن مجاني؟ طب المبلغ كام؟ المبلغ مخصوم منه 80%. يا نهار ابيض، معقول؟ وعندي كمان كورس تاني هديه، يعني انا عندي النهارده هغطي 60 يوم
بخصم 80% بالكورسات الآمنة جدا اللي زي ما دكتور صفا قالت كلها أعشاب طبيعية 100%، كلها فيتامينات عشان لما الجسم ينزل ما يبقاش فيه فيتامين ناقص من الجسم، دي بتعوض الجسم بكل الفيتامينات اللي ممكن يفقدها. يبقى أنا بخس بأمان، باكل كل حاجة، ما حدش بيحرمني من حاجة، فيش أي قيود في الموضوع، ما فيش إرهاق للميزانية، طبيعي 100%، مفيش مصاريف شحن، في دكاتره تحت امري في اي وقت اتصل يردوا عليا. عشان كده لما نقول ان دي وسيله سلميه زي ما دكتور صفا قالت، هي فعلا وسيله سلميه. في حد بيحقق كده؟ لا. تيجي سمعت عن حاجه بتحقق كده؟ لا. تيجي نسال صابرين. طيب يا صابرين. طيب ازيك يا صابرين؟ صابرين انت نايمه ولا ايه؟ الو. كنت نفسي اكلمك والله من زمان. نفسك ايه؟ لسه كلمت والله يا حبيبة قلبي. أهلا بيك يا صابرين. الحمد لله. كلميني في أي وقت يا حبيبتي على دماغي. الحمد لله أنا اتخسيت مع الدكتورة عايزة. لا بص يا صابرين، وطي التلفزيون. الحمد لله والله أنا كنت شمشي وكده والحمد لله خسيت. صابرين أيوة زي ما سمعتيني كده، وطي التلفزيون على الآخر. يلا أنا سامعين. انا والله خشيت مع الدكتور عيسى وبيتصل وبيرد عليا، تمام، وكنتش بقدر امشي خالص ورجلي، وكان عندي غضروف في ظهري، والحمد لله خفت من كل حاجه. كان وزنك قد ايه يا صابرين؟ كان 120. كان 120. كان كده عندك مشاكل في الحركه صح كده؟ كان عندي مشاكل في الغده حبيبتي. كان عندي مشاكل في الغده ومشاكل في المراره. وقالوا لي مش هتنزلي خالص. ما شاء الله انا خدت الكرسي ده نزلني بقى جسمي قل، انزل واطلع الحمد لله، الدنيا حلوه معايا، الدكاتره يرد عليا ما شاء الله، والكرسي يجي لي لحد البيت ما شاء الله. يعني دفعتي مصاريف شحن يا صابرين؟ ايه دفعتي مصاريف شحن؟ لا. طيب والمتابعه بتتصلي في اي وقت بتلاقيهم معاكي وبيردوا عليكي؟ الدكتوره عايزه والله العظيم بترن، بص برن عليها لو امتى بترد عليا. طب الحمد لله. طيب اهم حاجه كرسي لوالدتي، وجبتي كمان بعد ما انت جربتيه جبتي كرسي لوالدتك؟ لسه جايبه لوالدتي ولاختي لسه ما شاء الله يومين. لما شافوكي بقى ابتديتي تخسي فعلا وبامان وبصحه. يقولي لي انت عملتي ايه وكده، يقولي لي عملتي ايه، قلت لهم والله العظيم انا من التلفزيون، يقولي لي لا ده الحاجه وحشه، قلت لهم لا والله النقط ده انا عندي الشتاء، يعني انا دلوقتي الشتاء ما فيش شتاء، لا ده انا جسمي صهدان حلو. هو بصي الحمد لله يعني اكني في الصيف. ما شاء الله عليكي ما شاء الله. والله كملي بقى. ما كنتش بحرق خالص. ما شاء الله عليكي. برافو عليكي اصلا ان انت خدتي قرار انك تغيري حياتك. وانا بحب الشفاء عشان هي السبب في اللي انا فيه ده. يا حبيبه قلبي احنا اسباب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسببها. هو خلق الاعشاب لربنا يعني. انا كنت نفسي والله اكلمك والحمد لله يعني اللي انا قعدت قصاد التلفزيون حبيبه قلبي عشان بحب طبخك وبتعلم منك. ربنا يخليكي يا صابرين، يا ريت تكلميني تاني يا حبيبه قلبي. والله انا نفسي اكلمك بس انا ما بعرفش اوصل. بس كده يا لهوي سيبي لي تليفونك وانا اتصل بيكي. بصي يا شفال انا بتعلم كل حاجه مني. يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. اشكرك يا صابرين، تحياتي لماما وتحياتي لاختك، ويا رب يا رب دايما كده تخسروا وزنكم وتكسبوا صحتكم، بس خليكم دايما فاكرين الكلمه دي يا رب. كل احلى خساره بجد. خسرت الوزن احلى خساره. طبعا احلى خساره في الدنيا، لان قصادها على طول مكسب الصحة. بالظبط. الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي بنقول عليها خسارتها مكسب هي السمنة. اخسري وزنك تكسبي صحتك. خدي بالك هي اللي زقها للتليفون وجح عظمها. بالظبط. الغضروف يا جماعة. الخشونة. صح. فكري كويس قوي قوي ان الموضوع ده ما التهبش وما حصلوش الكومبليكيشن اللي انت فيها من فراغ. ده الهيكل العظمي اللي ربنا خلقه لك شايل فوق طاقته عليه حمل كبير. فكفايه ونرحم بعضنا، الراحمون يحبهم الرحمن. نرحم نفسنا، هنتحاسب على الكلام ده. لازم تكونوا عارفين ان انتوا السبب الرئيسي في ان عظمكم تعبان مش قادر يشيل الوزن الكبير ده، وبرده لازم تكونوا عارفين ان ربنا ما سابهاش كده، خلق اعشاب طبيه كويسه وابحاث عالميه كبيره جدا خلت فيه كبسولات موجوده تسد لك نفسك فترات طويله، وخلت فيه اعشاب ثانيه برضو تعلي معدلات الحرق. فليه احنا مترددين؟ ليه احنا مش قادرين نكتسب هذه الفرصه؟ كورس عليه كورس هديه 80% خصم، اتنين اعشاب واتنين نقط، والاعشاب والنقط اللي نازلين دول مميزين، ده انا في ناس بتاخدهم مني بس لوحدهم الاعشاب والنقط. الاعشاب والنقط لوحدهم والله يا شيف، وعاملين يعني تارجتس رهيب. في واحده مش عايزه تاخد كبسول، هي حاسه ان هي مسدود نفسها ومعدلات الحرق حلوه قوي بالاعشاب والنقط. انا عايزه اقول ان هم فعلا
مجموعه متكامله وجايه في وقتها، في وقت ما انا عايزه اخس بسرعه وعايزه مناعتي تبقى الماكسيمم، ومش عايزه احس ان انا بحرم نفسي لان الدنيا ساقعه وعايزه دايما اشرب حاجات دافيه. جاي في وقته وجاي بخصم كبير، واللي بجد بيبقى يعني عقله مش في راسه بجد هو اللي هيضيع فرصه زي دي. اه الاراده، واتحدى واتحدى نفسي واتحدى التردد. تردد مقبره النجاح. برافو عليكي، هي دي، هي ده السيستم عندي انا اللي بشوف جملة. الناس اللي بياخدوا خطوه قدام ورا ويقعد بقى يقول ده بيقولوا لي وحش، ده بيقولوا لي براحتك انت بتضيع نفسك فرصه ما لهاش حاجه. لا بيقولوا منتجات التلفزيون مش عارف، لا هتفضلي ما بعد البيت. ايش الكلام ده؟ يعني اذا كنت انا عمال اتكلم واطلع وهادي واقول للناس وانوه مليون الف مره تاني ان في متابعه، في ناس اصلا شغلتهم الشاغله الوحيده ان هم يمسكوا انت بتاخد ازاي الدواء. ما تجيش تقولي ما خدته وما خسيتش، الكلام ده مستحيل. انت اصلا من غير اي حاجه لو ظبطوا لك وزنك كده بخبرتهم هتخس، فما بالك حاطين وحوش، كبسولات عباره عن وحوش بتاكل في الدهون اللي موجوده في اكلك والموجوده في جسمك. الكورس النهارده في الجون، الكورس النهارده هينجز تماما كل المشاكل بتاعت الشتاء. الكورس النهارده مدعم جدا ماديا، الكورس النهارده كمان فيه الحاجات اللي محتاجينها علشان الوباء الرهيب ده نعرف نقاومه. ربنا يحفظنا جميعا. مش عايزه ناس ما بتعرفش تفكر، فكروا كويس مصلحتكم انتوا الاول. الراجل التخين اللي تعبان اللي ظهره فقراته تعباه اللي مش قادر يمشي الخشونه اللي عمال كل خمس في الشتاء ياخد خمس ست ادوار برد، حضرتك محتاج تنظف شرايينك من الدهون، محتاج ما تعياش بسرعه، محتاج ان انت ما تبقاش عرضه لسكر النوع الثاني تايب 2، محتاج ان ضغطك يبقى كويس. كل ده معايا انا. صح. الحاجات اللي معايا كل انواع الكورسات اللي تتناسب مع كل انواع الامراض اللي موجوده. لا والخصم النهارده هايل يا دكتور، 80%. اه بحييكوا عليه بجد. ومحدش غيركم يقدر على الخصم الكبير ده، 80% خصم. وفي قصاد الخصم ده هيجي لي كورسين كمان يغطوا لي شهرين يا جماعه، يعني ايه ده؟ 60 يعني يوم 50 يعني. كيلو. انا بلاقي دايما بيبقى في الواتس كده البنات والدكاتره بيبعتوا البنت مثلا خست قلبت على الدكتوره مثلا 9 كيلو في 10 ايام. واو، الناس تقول ايه ده معجزه، ده حقيقي، ده حقيقي. تخيلي 10 ايام معدل كيلو في اليوم. طبعا. هو الناس برضو تتخض وتقول ده معدلات كبيره قوي في النزول، ده وزن ما صعب قوي، ده كده خطر عليا، ده كده مش خطر عليا. كنت لسه طب انا كده مش هتاذي، طب ما ده نفس المعدل اللي بتنزلوه لما بتعملوا عمليه. الجسم ما بيطلعش فوق طاقته. ده هو سيستمه كده اتخلق كده. انت لما بتعملي عمليه وبتقصي 3/4 المعده 70% من المعده، حضرتك بتخسي بنفس المعدلات دي. يعني انت ما بتعمليش حاجه اكسترا، انت ده طبيعه خلقه ربنا، بس مجرد انه بيتنظم له الاكل او بياكل او بيتحط له معدلات حرق الباور ماكس بتاعها عالي. الوسيله السلميه، الوسيله السلميه بدون مشرط وبدون عمليه وبدون ان انا اعرض نفسي لاعراض تانية بعد كده، عشان كده سميناها الوسيله السلميه. كورساتنا النهارده فعلا هي الوسيله السلميه الوحيده. وليه كمان الوحيده؟ عشان هي برضو الوحيده اللي اعشاب طبيعيه 100%. بس حطي تحتيها 100 خط. الكبسولات عبارة عن فيتامينات وأعشاب طبيعية 100%. الأعشاب اللي موجودة معانا هي أعشاب طبيعية 100% ومحطوطة بنسب معروفة، النسب دي عند الدكاترة يعني نسب مدروسة، النقط كل مكوناتها طبيعية 100%. يبقى النهاردة الكورسات بتاعتنا مش كورس واحد بس اللي مجرد ان عليه 80% خصم، لا ده الكورس ده اللي هدفع 20% بس من ثمنه هيكفيني شهر. مش بس كده، لا ده انا عندي كورس هديه شهر تاني، يعني 60 يوم في قصاد ان انا هدفع 20% بس، قصاد كمان ان دكاتره فريق بحاله يفضل معاكي طول فتره الشهرين. يعني في ناس بتبقى متخيله ان الفريق الطبي ده لما اتصل في الاول، اول ما اخد الكورسات هيردوا عليا ويقولوا لي اعملي 1 2 3 وبعد كده خلاص شكرا بقى مع نفسي. مفيش الكلام ده خالص، طول فتره الشهرين الدكاتره معاكي خطوه بخطوه، كلمة بكلمة، في أي وقت أتصل يردوا عليا ينظموا لي كل حاجة ويدوني المعلومات الكافية اللي أنا عايزاها. مفيش يعني مفيش أسهل من كده. وأرقام التليفونات قدامكم موجودة على الشاشة، اتصلوا من دلوقتي يلا على الأرقام اللي موجودة عشان تلحقوا كورس النهاردة اللي عليه 80% خصم. طب سؤال يا دكتور، الأرقام دي عليها خدمة الواتساب؟
عليها خدمه الواتساب. وعايزه كمان اقول ان لو لقينا رقم ننقل على طول، احنا نروح جايبين الموبايل كده ونصور الارقام. يلا صوروا دلوقتي على طول، اجروا على طول الشاشه او خشوا على طول على البيج حالا. اي تعليق اي مشكله، احنا دايما حتى اوريدي تجميعاتنا للكورسات بتيجي مبدئيا بسبب اللي انت بتسالنا فيه. احنا تقول لي انا عندي بطن، انا عندي الغده، انا عندي، احنا بنروح مجمعين هنحل المشكله دي ازاي، اشوف ايه اكتر مشكله ونجمع لها عليها عرض جديد ينزل بوفره رهيبه في الاقتصاد او في الفلوس يعني، ونقدمه لكم في العروض. فانت لما بتعمل كومنتات وتخش وتتكلم معانا على البيج او تقول انت عايز ايه، او حتى اوريدي تعرض نفسك تتكلم مع الدكاتره من خلال البيج، رهيب يعني. الموضوع مفيد جدا وحلو جدا ان في خدمه الواتساب. يعني انا لو اتصلت دلوقتي ومش عارفه اوصل عن طريق التليفونات، نفس الارقام دي عليها خدمه الواتساب. في اسهل من كده يعني يا ستي؟ كمان مش هتتكلفي مكالمه كمان. خشي على خدمه الواتساب على الارقام دي يا ستي، يعني انا مش فاهمه والله. يعني بس احنا عايزين مجال التردد يا جماعه، احنا عايزين بس الحته دي مهمه. تليفون ليه؟ لان انا عندي كده بروتوكول بمشي عليه. اسالك اسم وسن ووزن وطول وحاله صحيه، والحاله الصحيه باخد الهيستوري. ارغوا ارغوا مع الدكاتره وطلعوا كل الامراض اللي عندكم، مش كل الامراض، كل اللي انتم فاكرينه عن الحاله الصحيه. بعد الشر عن اي حد. انا ما بقولش، انا طول عمري بقول ان السمنه كل الناس معرضين ليها. انا ممكن اتخن شويه اخس شويه، بس وانس ان هو يحطني قدام باب الامراض، لا انا اسفه جدا ببدا. انا بالعكس انا قويه جدا، ومساعده شويه حاجات طبيه عشبيه وفريق تام كبير، لا انا مش هخش في قصه السنه وهحمي نفسي واعلي مناعتي. تمام. طب نعيد بقى العرض تاني لو حد لسه فاتح دلوقتي. احنا عايزين نقول العرض قمه التخسيس بنقدمه لك النهارده. كورس عليه كورس هديه 80% خصم، 2 اعشاب و2 نقط. حلو جدا. كورس عليه كورس هديه 2 اعشاب 2 نقط 80% خصم. ده برضو لوقت محدد، الاعداد محدوده، اجروا بسرعه على التليفونات لان الموضوع غصب عني بيبقى محدد. يعني الكميه النهارده محدده، محدد عشان خصم كبير. طبعا طلبوه في البيج معادله، يعني بص معادله فيها ايه، فيها عدل، معادله فيها عدل، ان الخصم عشان كبير جدا ففعلا الكميه محدوده. زي ما دكتور صفا قالت لكم يلا صوروا الارقام دلوقتي، وزي ما قلت لكم الاتصال الاول، يعني حاولوا تتصلوا الاول علشان تقولوا كل المعلومات عن حالتكم، علشان الدكاتره يعملوا لكم فايل بالحاله ويمشوا معاكم ان شاء الله خطوه بخطوه. اشكرك يا دكتور. تسلم ايدك يا شيخ، شرفتيني يا حبيبتي. دايما مميزه، ربنا يخليك حبيبه قلبي. ده انت اللي دايما عروضك مميزه جدا. والله اشكرك جدا. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب الحلقه النهارده من اولها لاخرها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.